أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم استخدام التمثيل وسيلة للدعوة إلى الله جل وعلا؟ الدعوة إلى الله جل وعلا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، وليس ولم يستعمل صلى الله عليه وسلم التمثيل، إنما استعمل الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب في الخير والترهيب من الشر، هذا الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل متابعة التجمعات يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى في محلاتهم وتجمعاتهم في منى ومشاعر الحج، وانتقل إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، وكاتب الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله عز وجل، وأرسل الدعاة كما أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وغيرهما. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وليس فيها مسارح كما يفعل بعض المنتسبين للدعوة اليوم، أو فيها تمثيليات أو أناشيد أو ما أشبه ذلك. هذه كلها لا ليست من الدعوة. نعم.